شنو المشكل اللي عندنا مع الشركه ديال الغاز؟ هاد القطاع خاص خدام وما ريحوش في هاد المشكل، في هاد المشكل دابا ديال هاد المرض هذا ما ريحوش، وحنا خدامين وما كاينش اللي كيطالب لنا بحقوق ديالنا. انا اللي كنطالب به بغينا الناس يعطيونا يقاومونا الكميه، يحق التعقيم، بغينا يعقمونا البوطاج، بغينا مدينا الوراق ديالنا مريقلين اخشي، بغينا يديروا لنا ليكات صبابط ويديروا لنا القوانين اللي كتخصنا حنا، بغينا يديروا لنا هاد الناس. حنا راه كنوصلوا البوط حتى للمستهلك، هما راه باركين في بلاصتهم وكتجي الفلوس. يعني حنا اللي كناكلوا الدق وحنا اللي كنتعرضوا لهذا المرض. بوطات راه 315 بوطة اختي، يعني راه قدرت اي بوطة تقدر مع شي كليان تجي فيها المرض. ومني كندوي مع هاد الناس كيقولوا اودي حنا شي جي من هاد الشركة. الشركة راس مال ديالها زبالة ديال الفلوس. يعني ما تقدرش واش ما يغلبوش اللي قالت كمهمات حنا راه عندنا وليدات اختي، وانت كتشوف البيئة اللي عايشين فيها. قلنا لهم انا راه اليوم يوميا كنتصادم من قبل بحال هكا. هما كيقولوا اودي حنا شي جي من هاد الشركة. الشركة ملي غتخرج لنا داك الشيء راه غنجيبوه ليكم. ما خرجتش لنا ما غنجيبو لكم والو. الشركة مخرجة داك الشيء ولكن ما كتوصلوش لينا اختي. حنا راه كناكلو الدق اختي وكناكلو العذاب. خدام دابا حنا ثلاث الناس، هذا كاميو واحد اللي كيدور في هاد المنطقة، ثلاث الناس اللي خدامين فيه. كاميو اش من منطقة كيدور فيها؟ كيدور منطقة ديال درب كبير، درب ميلا، حي الفرح، المنطقة لهاد الجيل اللي حدا مرجان. كيدور تما كنخدمو كنفرقو البوطة للكليان. ونزيد نقطة أخرى، نزيد ها تي اختي، أنا كان عندي عام وسالي في صباعي، 15 عام ديال الخدمة، ما داروش ليا الوراق. يلاه قال كندير لك الوراق وداو ليا 10 سنين، ما مدخلي ليا فيها والو، لا نقاط لا لاكيس لا فلوس الدراري لا والو اختي عندنا فيها. راه العام مستديمة في صباعي وما شديت فيها والو اختي، ما عطاوني منها والو. عطاوك شي حاجة باش خذوك الدواء صير عليك سيمانة جوج سيمانات، من بعد قال لك صافي ما عندي ما ندير لك، بغا يوقفوني من الخدمة كاع. كنطالب أنا بالقانون ديالي فهمتي، راه كنعاني بزاف وكنعاني وحنا كامل الخدامة كيعانيو. دابا نتوما خايفين على راسكم ووليداتكم؟ اه خايفين على راسنا اختي، نقدر في أي لحظة نجي للمرض أنا. مش فهمتي البوطة ما كتعفر من والو، يعني كيمشي هاد الفواج كيجي فواج أخر. يعني ما كيدوش في التعقيم، اللي قالت ما عندناش كمامات ما كاينينش، انا الكمامة عطي لي شيء عطي لي كوميسير الكمامات. مش فهمتيني، هذا هو المشكل اللي بغينا اختي توصلي لينا. انت كتشوف الوضعيه شتي الحاله كيفاش دايره، هادشي اللي بغيتك تعاملي معنا اختي. والسلام عليكم. ما تنساوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.